بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، بمشيئة الله نحاول قدر الإمكان أن نلم بمحتويات مبادئ الاقتصاد الكلي. هي بمشيئة الله طبعا بطبيعة الحال مرتبطة ارتباط وثيق بمادة مبادئ الاقتصاد الجزئي، وكلاهما جزء لا يتجزأ من مادة أو من علم الاقتصاد ككل. كما درسنا من قبل، علم الاقتصاد ينقسم بشكل عام إلى اقتصاد جزئي، وهو ذلك النوع من الاقتصاد الذي يهتم بدراسة سلوك الأفراد سواء كانوا مستهلكين أو منتجين، بينما الاقتصاد الكلي يهتم بشكل أوسع بدراسة السلوك الجمعي، متمثلا في سلوك القطاعات العامة، قطاع اقتصادي زراعي، قطاع اقتصادي صناعي، أو السلوك الجمعي على مستوى الدولة ككل، ويرتبط ارتباط وثيق أو يكون دائما مرادف لما يسمى باقتصاد الدولة. هذا بشكل موجز تعريف مبادئ أو تعريف مادة الاقتصاد الكلي. المادة ترتبط ارتباط وثيق بالكثير من المواد، وهي مادة متشعبة ومرتبطة بالكثير من الأمور الحياتية التي على الأغلب تسمعون أغلب مصطلحاتها ومفاهيمها في حياتكم اليومية. من أهم المواضيع التي تتطرق إليها مبادئ الاقتصاد الكلي ما يسمى بالاستقرار الاقتصادي على مستوى الدولة، معدلات التضخم وهو أهم مؤشر من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، طبيعة الحال التضخم بمعناه المتعارف عليه هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، وأعتقد أنه هذا أمر يلمسه الجميع خاصة في ظل الأوضاع الحالية سواء على مستوى محلي أو على مستوى عالمي. التضخم في مسبباته كثيرة، منها ما يعود إلى ارتفاع التكاليف، تكاليف الإنتاج، منها ما يعود إلى زيادة الطلب ويقابله انخفاض في العرض، فكلا الأمرين يؤدي إلى إحداث ارتفاع مستمر في الأسعار أو ما يسمى بارتفاع معدلات التضخم. أيضا لدينا من أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، وهي من أهم المفاهيم التي يتم التطرق إليها في الاقتصاد الكلي، ما يسمى بمعدلات البطالة. البطالة أيضا مصطلح شائع ومعروف لدى الجميع، ويقصد به بشكل علمي دقيق أن يكون هناك أشخاص أو شريحة أو فئة من الناس قادرة على العمل وراغبة فيه وتبحث عنه، ولكنها لا تجد الفرصة للالتحاق بمجالات العمل المتاحة. أيضا من أهم المؤشرات أو المضامين التي يتم التطرق إليها في الاقتصاد الكلي، والتي تعتبر مؤشرا هاما على تحقيق ما يسمى بالاستقرار الاقتصادي، عجز الموازنة العامة للدولة. الموازنة العامة للدولة هي عبارة عن جانبي الإيرادات العامة والإنفاق العام للدولة، فإذا كان الإنفاق العام للدولة أكبر من الإيرادات ففي هذه الحالة تحقق الموازنة ما يسمى بالعجز، أي أن هناك قصور في حجم الإيرادات التي لا تكون كافية لتلبية النفقات المتعددة والكثيرة للدولة. هذه النفقات التي عادة يكون الاحتياج لها لتلبية البنى التحتية، لبناء المستشفيات، الخدمات العامة مثل المدارس، الجامعات الحكومية، شق الطرقات، توفير المياه، الكهرباء وما إلى ذلك من الخدمات العامة التي تعنى بتوفيرها بشكل رئيسي الدولة. هناك الكثير من المصطلحات، أيضا سعر الصرف على اعتبار هذا أمر أيضا نمسه بشكل كبير على مستوى محلي وعلى نطاقات دولية. سعر الصرف هو قيمة العملة المحلية أو كم تساوي العملة المحلية أو الوطنية، كم تعادل من النقد الأجنبي. على سبيل المثال، كم يعادل الدولار من الريال اليمني، أو كم يعادل الريال السعودي من الريال اليمني، أو كم يعادل الدولار من الريال السعودي، وهكذا. فكلما تحسن وضع سعر الصرف كلما كان ذلك أكثر إيجابية وانعكاس وله انعكاس أفضل على الاقتصاد الكلي، بحيث يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة الناجم عن تحسين القدرة الشرائية لتلك العملة. هناك الكثير من المفاهيم التي يتطرق لها الاقتصاد الكلي، وتقريبا هذا شبه موجز للفصل الأول
بإجماله هذا تطرقنا إليه ضمن هذه العجالة في هذا الوقت القصير. الفصل الثاني يتطرق إلى ما يسمى بالحسابات القومية. طبعاً لابد من الإشارة إلى أن معظم مسميات أو عناوين الفصول التي سيتم بمشيئة الله التطرق لها هي في حد ذاتها فيما بعد كل منها يمكن أن يكون أو يدرس كمادة مستقلة بحد ذاته. على سبيل المثال الفصل الثاني تحت مسمى الحسابات القومية، هذه كحسابات قومية تدرس كمادة مستقلة. فصل من الفصول يحمل اسم النقود البنوك، هذه أيضا مادة مستقلة تدرس في المستوى الثالث لطلاب كلية العلوم الإدارية. فصل آخر النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، هذه أيضا مادة ومجال مستقل ويعتبر من أهم المجالات التي تعنى بها جميع الدول، تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وهو المقياس الذي تعتمد عليه جميع الدول في تقييم مستوى اقتصاده، هل هو اقتصاد متقدم، هل هو اقتصاد نامي أو أقل نموا وهكذا. أيضا في الفصول الأخيرة ندرس ما يسمى به معدلات التضخم، أسباب التضخم، أنواع التضخم، ما هي أهم المعالجات التي يمكن اتباعها أو اتخاذها من أجل معالجة هذه المشكلة، وما هي أهم الانعكاسات السلبية لهذه المشكلة على المستوى المعيشي للمواطن، الأمر الذي يجعلها من أهم المشاكل التي قد تعانيها أي دولة من دول العالم. أيضا في الفصول الأخيرة نتطرق بمشيئة الله إلى ما يسمى بسعر الصرف، ميزان المدفوعات والميزان التجاري بشيء من التفصيل مقارنة بالإيجاز الذي تطرقنا له في الفصل الأول. نعود إلى الفصل الثاني والذي يحمل عنوان الحسابات القومية. في هذا الفصل بما أن الاقتصاد الكلي يعنى بدراسة الناتج المحلي على مستوى الدولة، بمعنى أي دولة يتكون اقتصادها من مجموعة من القطاعات، قطاع الزراعة وما ينتجه من مجموعة محاصيل، قطاع الصناعة والذي ينقسم بدوره إلى صناعات تحويلية وصناعات استخراجية. صناعات تحويلية على سبيل المثال صناعة المعلبات، المواد الغذائية، العصائر، الألبان، الصابون، أيا كان، المشتقات النفطية، تكرير النفط، كل هذا يعتبر من الصناعات التحويلية. الصناعات الاستخراجية وتعنى باستخراج كل ما هو موجود في باطن الأرض من معادن أو نفط وغاز وما إلى ذلك. أيضا لدينا قطاع المياه، قطاع الكهرباء، قطاع الطاقة، قطاع الاتصالات، قطاع المواصلات، قطاع التعليم، قطاع الصحة وإلى آخره، كل هذه القطاعات التي يتكون منها الاقتصاد الكلي في أي دولة. جميع ما تنتجه هذه القطاعات سواء كانت تقدم سلع وخدمات ملموسة أو كانت تقدم سلع عفوا ملموسة أو خدمات غير ملموسة مثل خدمة الاتصالات، خدمة المواصلات وما إلى ذلك، كلها يتم جمعها في نهاية السنة من أجل الحصول على ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي، والذي هو الركيزة الأساسية والمؤشر الأساسي الذي تعتمد عليه الدول في تقييم مدى قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي من عدمه. فإذا نجحت الدولة في تحسين وضعية اقتصاداتها، وضعية هذه القطاعات، زادت من إنتاجية كل تلك القطاعات، فإن ذلك يعني، وخاصة طبعا التركيز على القطاعات الإنتاجية التي تنتج السلع الحقيقية وليس السلع الخدمية أو مثل السياحة، مثل هذه القطاعات غالبا لا يمكن الاعتماد عليها كركيزة أساسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي أو دفعة تنموية اقتصادية مستدامة. التركيز الأكبر يكون على القطاعات ذات الإنتاج الحقيقي. إجمالي ما تنتجه هذه القطاعات يتم احتسابه في نهاية العام من أجل الحصول على ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي وفقا لهذه المعايير يعد هو الأساس الذي يمكن أن نعتمد عليه من أجل تقييم وضع الاقتصاد في الدولة. هل الاقتصاد في الدولة يحقق نمو؟ هل يتقدم؟ هل يتطور؟ أم أنه
يتراجع أو يتدهور إلى الخلف أم أنه ما زال ثابتاً ويراوح مكانه. الناتج المحلي الإجمالي له العديد من الطرق التي نستطيع استخدامها لقياسه، وهو في هذا الجانب يحتوي على الكثير من الطرق. إجمالاً هناك 6 طرق الأكثر أهمية والأكثر تركيزاً والأكثر استخداماً، هي 3 طرق. الأولى الطريقة الأولى طريقة الدخل، الطريقة الثانية طريقة الإنفاق، الطريقة الثالثة طريقة الناتج، ويمكن أيضاً استخدام طريقة القيمة المضافة وطريقة الناتج الحقيقي والناتج النقدي. الناتج الحقيقي مقيماً بالأسعار الثابتة والناتج النقدي مقيماً بالأسعار الجارية. من جانب طبعاً هذه الشرائح الآن لأهم ما تم التطرق إليه في الفصل الأول، مررنا على ذلك، الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي بشكل عام. الاقتصاد يقسم إلى مجالين، الاقتصاد الجزئي والذي يرتبط بسلوك الأفراد سواء كانوا مستهلكين أو منتجين، والاقتصاد الكلي الذي يرتبط بالسلوك الجمعي ويعالج مشاكل الاقتصاد ككل، على سبيل المثال السياسة المالية، المستوى العام للأسعار، معدلات النمو الاقتصادي وما إلى ذلك. من أهم القضايا التي يركز عليها الاقتصاد الكلي كما ذكرنا من قبل، هناك الكثير من القضايا، أهمها الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق لابد أن نفرق بين ما يسمى بالناتج الكامن والناتج الفعلي. الناتج الكامن هو غالباً ذلك الناتج الذي تستطيع أي دولة تحقيقه إذا ما استطاعت أن تستغل جميع عناصرها الإنتاجية استغلال أمثل، بمعنى أن لا تكون هناك أي عناصر إنتاجية مهدرة أو غير مستغلة أو غير عاملة، بمعنى أن لا تكون هناك بطالة، كما ذكرنا أو كما درسنا في مادة الاقتصاد الجزئي. فعناصر الإنتاج هي 4: العمل والأرض ورأس المال والتنظيم. فإذا استطاعت أو نجحت الدولة في أن تستغل هذه العناصر 4 بشكل كامل وبدون أي إهدار، فإنها تستطيع وفقا لهذا التشغيل الكامل أن تصل إلى تحقيق ما يسمى بالناتج الكامل. أما الناتج الفعلي فهو ذلك الناتج الذي يتحقق عند مستوى التشغيل الأقل أو غير الكامل لعناصر الإنتاج، بمعنى إذا كانت أي دولة من الدول بدأت بتشغيل عناصرها الإنتاجية ووصلت إلى تحقيق مستوى من الناتج، ولكن كانت هناك بعض العناصر سواء رؤوس أموال غير مستثمرة بشكل أمثل، بطالة من القوى العاملة، في أشخاص هناك أشخاص لا يجدون فرص عمل لتحتويهم، أو هناك مساحات من الأراضي غير مستغلة لا في جانب زراعي ولا في جانب بناء وإعمار أو في أي جانب أو جوانب أخرى. فهذا يعني أنها تعمل دون مستوى التشغيل الكامل. فالناتج الذي يتحقق في هذه الحالة يسمى الناتج الفعلي. من أيضا من الأساسيات التي سيتم التطرق لها في مادة الاقتصاد الكلي ما يسمى بالسياسة المالية والسياسة النقدية. السياسة المالية بالطبع هي سياسة أو هي مجموعة من الإجراءات التي تعنى بها الجانب الحكومي أو يعنى بها الجانب الحكومي أو الدولة، وتتجسد في أداتين رئيسيتين هما الإنفاق الحكومي والضرائب. والسياسة النقدية المعني بها الأول هو البنك المركزي، ولديه في هذا المجال العديد من الأدوات التي يمكن أن يستخدمها. وكلا السياستين المالية والنقدية تستخدم عادة من أجل تحفيز الطلب الكلي أو الحد منه بهدف تعزيز قدرة المجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومعالجة ما قد يعانيه المجتمع من مشاكل اقتصادية. طبعاً هذه من أهم الأسئلة التي يتطرق لها الاقتصاد الكلي، وبمشيئة الله سنتطرق لها في الفصول القادمة. قضايا الاستقرار الاقتصادي التي ذكرناها في البداية، معدل التضخم، سعر الصرف،
أسعار رأس عوائد رأس المال هي أسعار الفائدة، عرض النقود والطلب على النقود، وهذا ما سنتطرق له بمشيئة الله في فصل كامل عن النقود والبنوك ودورها وحجم العرض وحجم الطلب وتوازن سوق النقود. عجز الموازنة العامة، هذا ما ذكرناه، عندما يكون الإنفاق الكلي أو الإنفاق العام للدولة يفوق إيراداتها العامة. وأخيراً عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وهو ما يرتبط بشكل رئيسي بالصادرات والواردات والعلاقة مع العالم الخارجي. التضخم كما ذكرنا ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة. عادة يجب أن يكون هذا الارتفاع مستمر ولا يكون مؤقت، فإذا كان مؤقت فمن الصعب أن نطلق على هذه الدولة أنها تعاني من التضخم. أهم النظريات التي تفسر حدوث التضخم وتقلب تقلب معدلاته النظرية النقدية ونظرية الطلب والنظرية الهيكلية، وبمشيئة الله سنتطرق لها بالتفصيل في فصل مستقل. استقرار سعر الصرف من أهم المفاهيم التي والمؤشرات التي يعنى بها الاستقرار الاقتصادي والاقتصاد الكلي بمعنى، وهو المقصود بسعر الصرف هو السعر الذي يربط بين الوحدة العملة الوطنية والعملة الأجنبية أو عدد وحدات النقد الأجنبي اللازم مبادرتها بوحدة نقدية وطنية واحدة. كما ذكرنا السياسة المالية هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، ويجب التركيز على الجهة المعنية بكل سياسة من هذه السياسات. السياسة المالية تعنى بها الحكومة بشكل رئيسي، والسياسة النقدية المعني بها هو البنك المركزي. أدوات السياسة المالية تتركز في الإنفاق الحكومي والضرائب، بينما السياسة النقدية التي يعنى بها البنك المركزي لها العديد من الأدوات، منها سعر الفائدة، نسبة الاحتياط القانوني، السقف الائتماني، الأسواق المفتوحة، سعر الخصم وغير ذلك. وبمشيئة الله أيضا سيتم التطرق لها في الفصول القادمة. البطالة كما ذكرنا، البطالة بشكل عام هي نسبة العاطلين عن العمل مقاسا إلى حجم القوى العاملة الإجمالية في تلك الدولة، يعني كم في لدينا، كم يوجد لدينا نسبة أشخاص قادرين على العمل وراغبين فيه ويبحثون عنه ولكن لا يجدونه، إلى مقاسا إلى كنسبة طبعا تكون على هيئة كسر، إلى حجم القوى العاملة، إجمالي حجم القوى العاملة في المجتمع سواء العاطلين أو الذين يجدون العمل. بشكل عام البطالة لها أنواع عديدة، المختصر عندكم اللي مذكور فقط بطالة اختيارية، بطالة احتكاكية، بطالة هيكلية. الاختيارية هذه طبعا بمعنى أنه أنت قادر على العمل وترغب فيه ولكن لا تريد أن تعمل، بالتالي أنت تبقى عاطلا في المنزل باختيارك. بطالة احتكاكية هذه غالبا تتم إذا رغب الشخص في الانتقال من قطاع إلى آخر، والبطالة الهيكلية إذا كنت تعمل في قطاع ومؤهلاتك أو أصبحت خبراتك في هذا القطاع متراجعة قليلا عن المتطلبات التي يقتضيها العمل، واضطريت إلى أنك تأخذ دورات من أجل التأهيل وتطوير ذاتك ريثما تعود إلى العمل بمؤهلات وخبرات أعلى. طبعا من المعروف أن ارتفاع نسبة البطالة يؤدي أو ينعكس سلبا على المجتمع بالكثير من المشاكل. أولاً ضعف القدرة الإنتاجية للدولة ككل، في فترة من الفترات كان يؤدي ارتفاع نسبة البطالة إلى ارتفاع معدلات التضخم، إلى انخفاض معدلات التضخم وفقاً لمنحنى فيليبس، لكن حالياً هذا طبعاً شيء قديم، حالياً تقترن معدلات البطالة المرتفعة مع معدلات تضخم مرتفعة، والتي تسمى في وقتنا الحالي بالتضخم الركودي أو الركود التضخمي. من المواضيع أيضاً التي يتطرق لها الفصل الأول الطلب الكلي والعرض الكلي. الطلب الكلي، الطلب والعرض بشكل عام سبق أن تم التطرق إليه في مادة الاقتصاد الجزئي. الطلب الكلي الآن على مستوى الاقتصاد الكلي يمثل جانب الإنفاق العام من الأفراد، يتكون من يعني كم نستهلك، الطلب يعني كم نستهلك.
يتكون من إنفاق خاص اللي هو إنفاق القطاع العائلي، نحن كأفراد وأشخاص عاديين، زائداً إنفاق الدولة أو الإنفاق الحكومي. أيضاً الدولة أثناء إنفاقها على المشاريع والاستثمارات والبنى التحتية تنفق في سبيل أو تطلب الكثير من السعر والخدمات في سبيل توفير البنى التحتية وتلبية احتياجات مواطنيها. أضف إلى ذلك ما يسمى بصافي الإنفاق الخارجي، وهو عبارة عن حجم الصادرات مطروحاً منه حجم الواردات. إذن الطلب الكلي يتمثل في إنفاق خاص اللي هو إنفاق القطاع العائلي، زائداً الإنفاق العام اللي هو الإنفاق الحكومي، زائداً صافي الإنفاق الخارجي. هذا جانب الطلب الكلي. أما الجانب الآخر اللي هو جانب العرض الكلي، فيتمثل في النشاط الإنتاجي للمجتمع، أي حجم وكمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها وعرضها خلال فترة زمنية معينة، وذلك من قبل جميع القطاعات التي تتكون منها الدولة: قطاع زراعي، قطاع صناعي، قطاع مياه، قطاع كهرباء، بإجمالي القطاعات التي ذكرناها من قبل. دور الحكومة في الاقتصاد الكلي، طبعاً هذا من أهم الأمور التي بقيت لسنوات سبقت وستبقى في السنوات القائمة في السنوات القادمة محط جدال ونقاش دائم ما بين تعميق وزيادة تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي، وما بين الحد من هذا الدور وإعادتها إلى ما كان يسمى بالدولة الحارسة. أهم الأهداف التي يمكن أن تسعى لها الدولة في سواء تدخلت في النشاط الاقتصادي أو حدت من تدخلها في النشاط الاقتصادي تتجسد فيه: أولاً، أهم هدف لأي دولة في العالم تحقيق نمو اقتصادي، وهذا أمر طبيعي لأنه النمو الاقتصادي أصبح احتياجاً ضرورياً لجميع الدول، سواء لتحقيق وتلبية تنمية قدراتها على تلبية احتياجات أفرادها ومواطنيها، أو لكي تكون قادرة على أن تقف وتحقق على الأقل ما يسمى بالسيادة والقدرة على اتخاذ قراراتها، كون الاقتصاد والسياسة مرتبطان ارتباط وثيق بعضهم البعض. أيضاً لكي تصبح قادرة على أن تتقدم في مصاف الدول، فالتصنيف عالمياً الآن دول متقدمة، دول نامية، دول أقل نمواً، فمن الطبيعي أن تسعى إلى تعزيز وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي في دولتك بغية الوصول والتقدم إلى مصاف الدول المتقدمة. أيضاً من أهداف السياسة الاقتصادية الكلية في أي دولة تحقيق ما يسمى بالاستقرار الاقتصادي، فلولا الاستقرار الاقتصادي فإن الدول تعجز عن تحقيق أي هدف من الأهداف الأخرى. فالدول التي تفتقر للاستقرار أو تعيش في حالة من عدم الاستقرار لا يتأتى لها ولا تستطيع في كثير من الأحيان، لا نبالغ إذا كنا لا تستطيع إطلاقاً أن تحقق أي منجزات إيجابية تعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة ككل. أيضاً من ضمن الأهداف ضمان التشغيل الكامل للموارد الإنتاجية التي سبق أن ذكرناها من قبل، الموارد الأربعة الأساسية، وهناك طبعاً مع التطور الحاصل في العالم إضافات جديدة في هذا الجانب، ولا بد للدولة أيضاً أن تسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروات بين جميع أفراد وشرائح المجتمع. هذه بصفة عامة أهم الأهداف التي يجب أن تعنى بتحقيقها أي سياسة اقتصادية كلية في أي دولة. فيما يتعلق بدور الدولة في النشاط الاقتصادي، فهناك العديد من المدارس التي تطرقت لهذا الدور، منها المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكنزية والمدرسة الكلاسيكية الجديدة. المدرسة الكلاسيكية كانت تعنى أو ركزت على حيادية دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بمعنى ألا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي على الإطلاق، حيث كانت تقوم هذه المدرسة على قانون أو على ركيزة أساسية شعارها كان دعه يعمل دعه يمر،
بمعنى يجب أن تترك لقوى السوق التلقائية كل الحرية في أن تحقق التوازن في السوق، السوق الذي يتحقق التوازن فيه وفقاً لكفتي العرض والطلب السوقي. أيضاً المدرسة الكلاسيكية ركزت على دور العرض الكبير في تحقيق التوازن الاقتصادي، على اعتبار كانت تقوم هذه المدرسة على قانون ساي الذي يقول أن العرض هو الذي يخلق الطلب. الأمر اقترن طبعاً في تلك الفترة، ولمن يطلع على الفكر الاقتصادي لتلك الفترات فالأمر ارتبط بالثورة الصناعية في القرن 18، حيث انتقل الإقطاعيون أصحاب رؤوس الأموال من الاعتماد على القطاع الزراعي إلى الاعتماد على القطاع الصناعي، بعد أن تم اختراع الآلة والتنقيب عن الفحم واستخدام الفحم في تشغيل تلك الآلات، فبدأت المصانع تدور آلاتها في تلك الفترة، وزاد الإنتاج بشكل كبير. طبعاً ارتكزوا على قانون ساي الذي عمد إلى إعطاء الدور الأكبر في تحريك الاقتصاد على جانب العرض فقط، وتجاهل تماماً دور الطلب في هذا الأمر، الأمر الذي أوصلهم في نهاية المطاف إلى تكدس وكساد كبير في البضائع التي أصبحت مكدسة في المخازن دون أن تجد من يستطيع شرائها، كون أنه هذه النظرية أو هذه المدرسة أهملت دور الطلب وحجم القدرة الشرائية لدى الأفراد في أن يشتروا هذه المنتجات التي تم تصنيعها في تلك الفترة. واستمر الأمر لقرابة 4 سنوات من 1929 تقريبا، إلى أن جاءت المدرسة الكينزية بالحل، والتي نادت بأهمية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتصحيح وحل الأزمة والخروج من أزمة الكساد الكبير الذي بدأ من 1929 وانتهت عام 1934 على يد الاقتصادي كينز في تلك الفترة، والذي نادى بأهمية دور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وركز على جانب الطلب وليس على العرض فقط في تحفيز وتنشيط الاستثمار والإنتاج وتجاوز مرحلة الركود والانكماش التي عاشها الاقتصاد في تلك الفترة. طبعاً هاتان المدرستين تعتبران الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة للمدارس التي ناقشت دور الدولة في النشاط الاقتصادي. تلت ذلك المدرسة الكلاسيكية الجديدة اللي هي امتداد للمدرسة الأولى، وظل الفكر الكينزي في تلك الفترة مسيطر على الفكر الاقتصادي حتى بدأت تظهر لدينا ما تسمى بمشكلة الركود التضخمي. طبعاً قبل هذه الفترة كانت مشكلة التضخم تظهر بمعزل عن مشكلة البطالة، أو البطالة تظهر بمعزل عن مشكلة التضخم، وظهر ما يسمى بمنحنى فيليبس والذي نص على أن هناك علاقة عكسية بين التضخم والبطالة، بحيث أنه إذا زادت معدلات التضخم فإن معدلات البطالة تنخفض، والعكس صحيح، إذا انخفضت معدلات التضخم فإن معدلات البطالة ترتفع. لكن حتى بداية السبعينات بدأت المشكلتان تقترنان ببعضهما البعض، يعني يظهر معانا تضخم وبطالة كلاهما يرتفع في الوقت ذاته. هذا الأمر أثبت عجز المدرسة أو الفكر الكينزي عن حل هذه المشكلة المستحدثة الجديدة، وظهرت لدينا رؤى جديدة لترشيد دور الدولة وإعادة الاعتبار لدور السوق الذي نادت به المدرسة الكلاسيكية في بداية ظهور النظام الرأسمالي الاقتصادي. من أهم المدارس التي ظهرت في تلك الحقبة المدرسة النقدية، اللي اعتمدت وركزت بشكل كبير على دور النقود في حل المشكلات الاقتصادية مثل التضخم والركود، وأيضا ما يسمى بمدرسة التوقعات الرشيدة. لدينا أيضا الكينزيون الجدد واقتصاديات العرض.
هذا بشكل عام أهم ما يمكن أن يرد في الفصل الأول كفصل نظري. الفصل الثاني اللي كما ذكرت لكم من قبل أنه يعنى بالحسابات القومية للناتج المحلي، على اعتبار أنه يجسد لنا ما يسمى بجانب العرض، حتى نصل إلى تحقيق التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي لابد أن نجسد جانبي العرض والطلب. جانب العرض يتجسد معنا الآن في هذا الفصل من خلال قياس الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة السلع والخدمات النهائية، بمعنى السلع النهائية هي تلك السلع التي يتم استخدامها أو بيعها في السوق مباشرة. في هذا السياق لابد أن نتطرق إلى أنواع السلع وفقا لهذا التقسيم. هناك سلع نهائية، هناك سلع وسيطة، وهناك سلع أولية. السلع الأولية، لنأخذ مثالا صناعة الخبز والمعجنات على سبيل المثال. في هذا المجال نفترض أن لدينا مزرعة تقوم بزراعة القمح. القمح يتم بيعه من المزرعة إلى المطاحن على سبيل المثال، التي تقوم بطحنه وتحويله إلى دقيق. في هذه الحالة القمح بالنسبة لصناعة الدقيق يعتبر سلعة أولية أو مادة خام. انتقلنا إلى المطاحن. المطاحن تستخدم المادة الأولية والتي هي القمح لطحنها وتحويلها إلى دقيق. أجرينا على السلعة الأولى التي هي القمح عملية تحويلية فأصبحت لدينا في صورة دقيق. الآن الدقيق لدى المطاحن يعتبر سلعة نهائية، ولدى المطاحن القمح يعتبر سلعة أولية. فإذا قامت المطاحن ببيع الدقيق إلى نقاط التجزئة أو الجملة أو إلى المخابز ومحلات المعجنات، حيث يتم تحويل هذا الدقيق إلى خبز أو معجنات، فالخبز والمعجنات في هذه الحالة تعتبر سلعة نهائية، بينما أن الدقيق يعتبر سلعة أولية. خلال هذه الثلاث المراحل، بدءا من القمح وصولا إلى الدقيق انتهاءا بالخبز والمعجنات، فإن القمح يعد سلعة أولية، القمح الدقيق يعد سلعة وسيطة لأنه يتوسط ما بين السلعتين، ما بين القمح والخبز والمعجنات، والخبز والمعجنات تعتبر سلع نهائية. فالذي يحتسب في الناتج المحلي الإجمالي هي قيمة السلع النهائية التي يقوم المجتمع بإنتاجها خلال فترة زمنية معينة، عادة هذه الفترة متعارف عليها تكون سنة. من أهم المفاهيم أيضا التي يتم استخدامها عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي ما يسمى بالدخل المحلي. الدخل المحلي بما أنه غالبا أو بطبيعة الحال الناتج المحلي يتم إنتاجه عبر استخدام عناصر الإنتاج الأربعة، مقابل هذه العناصر الأربعة يحصل أصحاب هذه العناصر على دخول. فالدخل المحلي هو إجمالي دخول عناصر الإنتاج التي شاركت في الإنتاج خلال سنة معينة. وإذا تتذكرون فالعناصر الأربعة الإنتاجية هي العمل، والعائد من العمل يسمى أجر أو مرتب. عنصر العمل يستلم أجر أو مرتب. العنصر الثاني هو رأس المال، العائد من رأس المال يسمى فائدة. عوائد رأس المال هنا يمكن استبدالها بكلمة الفوائد. التنظيم أو المنظمين يحصلون مقابل مشاركتهم في الإنتاج على أرباح. الأرض مقابل استخدامها إما أن نحصل على ريع أو نحصل على إيجار، بالإضافة إلى أي دخول أخرى لأي أشخاص يمكن أن يشاركوا في العملية الإنتاجية. الإنفاق
الكلي، طبعا الإنفاق الكلي هو الوجه الآخر لما يسمى بالطلب الكلي، وبالتالي الإنفاق الكلي يعرف على أنه طلب المجتمع الكلي، والذي يتكون من كما ذكرنا من قبل القطاع الخاص اللي هو القطاع العائلي، زائدا المستثمرين أو القطاع الإنتاجي أو رجال الأعمال، زائدا صافي الطلب الخارجي والذي هو عبارة عن الصادرات ناقصا الواردات، وذلك خلال سنة واحدة معينة. لتوصيف العلاقة الآن بين المؤشرات الثلاثة السابقة التي أوردناها اللي عبارة عن الناتج المحلي والدخل المحلي والإنفاق الكلي، والتي يفترض أن تكون جميعها أوجه لعملة واحدة وتكون متساوية في الحصيلة، فلا بد من التطرق إلى ما يسمى بنموذج التدفق الدائري للدخل أو دورة السلع ودورة النقود. طبعا في هذا النموذج نبدأ على اعتبار بالقطاعين الرئيسيين في أي اقتصاد، وهما القطاع العائلي، نحن يعني هذا يعني نحن المستهلكون العاديون الأفراد العاديون في أي مجتمع، هو القطاع الثاني اللي هو القطاع الإنتاجي، قطاع المستثمرين، قطاع رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات. عادة قطاع الأعمال يحتاج من أجل القيام بالعملية الإنتاجية إلى عناصر إنتاج اللي هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، يحصل عليها من مين؟ ممن؟ من القطاع العائلي. إذا أراد القطاع الإنتاج أن يحصل على عمال فإنه لا بد أن يحصل عليهم من القطاع العائلي، إذا أراد الحصول على أراضي فإنه إما أن يشتريها أو يستأجرها من القطاع العائلي، إذا أراد الحصول على رؤوس أموال فبطبيعة الحال المصدر الرئيسي لها هو القطاع العائلي وهكذا. بالمقابل إذا قام القطاع الإنتاجي باستئجار أرض أو شراء أرض من القطاع العائلي، فإنه مقابل هذا الشراء أو هذا الإيجار لابد أن يدفع للقطاع العائلي عائد مقابل استخدامه لعنصر الإنتاج أو شراءه أو الاستعانة به. في هذه الحالة مقابل الأرض يقوم القطاع الإنتاجي بدفع إيجار للقطاع العائلي، مقابل العمل يقوم القطاع الإنتاجي بدفع أجور ومرتبات للقطاع العائلي، مقابل رأس المال يحصل القطاع العائلي على فوائد، ومقابل التنظيم يحصل المنظم مقابل مشاركته في الإنتاج على أرباح. هذه العوائد يستخدمها القطاع العائلي عادة في إيش؟ في شراء السلع والخدمات النهائية التي ينتجها القطاع الإنتاجي. إذن القطاع الإنتاجي يستخدم عناصر الإنتاج التي يوفرها القطاع العائلي ويعطيه مقابل ذلك مجموعة من العوائد تسمى عوائد دخول وعناصر الإنتاج. مقابل ذلك يقوم القطاع الإنتاجي باستخدام هذه العناصر الإنتاجية ويقوم بإنتاج سلع نهائية وخدمات يقوم ببيعها للقطاع العائلي. القطاع العائلي بطبيعة الحال سيدفع ثمن هذه السلع والخدمات، وهذا يتجسد لدينا بمجموع قيم السلع والخدمات اللي هي تجسد ما يسمى بالإنفاق الكلي. فعوائد ودخول عناصر الإنتاج تعادل ما يسمى بالدخل القومي. مجموع القيم التي نقوم بدفعها من أجل شراء السلع والخدمات تعادل الإنفاق القومي، وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات نهائية تعادل الدخل القومي. إذن الناتج القومي والدخل القومي وجهان لعملة واحدة. الآن في صورة أوسع، دائرة التدفق الدائري للدخل، إذا ما تم إضافة قطاعات أكثر. في البداية بدأنا بقطاع عائلي وقطاع إنتاجي واقتصرنا على هذين القطاعين. الآن إذا ما تم التوسع، فإن القطاع العائلي
يقوم بادخار، طبعا من الطبيعي ألا تقوم بإنفاق جميع دخلك الذي تحصل عليه مقابل مشاركتك في العملية الإنتاجية. فجزء من الدخل يتم إنفاقه أو استهلاكه، والجزء الآخر يتم ادخاره. الادخار يتم من قبل القطاع العائلي، وأي جزء أقوم بادخاره كفرد عادة نودعه في الأسواق المالية، والتي من أهمها البنوك التجارية. فإذا ما أودعت الأموال في البنوك التجارية، فإن تلك البنوك ستقوم بإعادة إقراضها للمستثمرين والمنتجين، وبالتالي يتحول الادخار إلى استثمار في القطاع الإنتاجي. أيضاً القطاع العائلي يقوم بدفع ضريبة تستقطع من دخله وتدفع إلى القطاع الحكومي، باعتبار الضرائب أهم مصدر وأقدم مصدر من مصادر الإيراد العام للموازنة العامة للدولة. القطاع الحكومي يقوم باستخدام هذه الإيرادات على رأسها الضرائب وتحويلها إلى إنفاق استهلاك عام، اللي هو الإنفاق الحكومي، والذي يفترض أن يكون في صورة أجور ومرتبات للموظفين العامين في الدولة، أو في صورة استثمارات في مشاريع البنى التحتية اللازمة لتوفير الخدمات العامة للأفراد. أيضا القطاع العائلي إذا كان طلبه أكبر من المعروض في السوق المحلي، فإنه سيقوم بطلب الواردات من القطاع الخارجي أو من العالم الخارجي. ومقابل ذلك إذا كان الناتج المحلي موجها للتصدير أو كان هناك فائض في الناتج المحلي، فإن الدولة تقوم بتصدير تلك الفوائض إلى العالم الخارجي، وذلك عبر القطاع الإنتاجي. بطبيعة الحال الادخار والضرائب والواردات تعتبر تسرباً من تدفق الدائري للدخل، في حين أن الاستثمار والإنفاق الحكومي وقيمة الصادرات أو الصادرات بشكل عام تعتبر حقن لدائرة الدخل، أي أنها تسهم في زيادة الدخل المحلي والدخل القومي للدولة. الدخل المحلي من باب التكرار والتركيز هو عبارة عن الأجور والمرتبات أو المكافآت زائداً عوائد رأس المال المجسدة في الفوائد زائداً الأرباح زائداً الإيجارات أو الريع. يرمز للدخل المحلي بالرمز Y، وأرجو التركيز على هذه الرموز لأنها ستتكرر في الفصلين القادمين بمشيئة الله بشكل كبير، وفي الفصول الأخيرة إذا بمشيئة الله إذا وصلنا لها. هذا الدخل يخصص من جانب القطاع العائلي من أجل إنفاقه على الجوانب التالية: أولاً الاستهلاك العائلي ويرمز له بالرمز C، ثانياً الإنفاق في صورة ضريبة، يدفع من هذا الدخل ضريبة للدولة أو الدولة تستقطع هذا الجزء بشكل إجباري من الدخول تسمى ضريبة مباشرة ويرمز لها بالرمز T. جزء أيضاً من الدخل قد يتم ادخاره إذا كان هناك وعي ادخاري لدى الأفراد ويرمز للمدخرات بالرمز S، والجزء الأخير ينفق على السلع التي يتم استيرادها من الخارج والواردات نرمز لها بالرمز M. إذا ما أردنا التركيز على جانب الإنفاق أو احتساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق، فإنه لابد أن نركز على 4 عناصر رئيسية تشمل الإنفاق الاستهلاكي الخاص اللي هو الإنفاق العائلي، زائداً الإنفاق الحكومي، زائداً الاستثمار الخاص اللي هو استثمار قطاع رجال الأعمال، زائداً صافي التعامل مع العالم الخارجي والذي هو عبارة عن الصادرات ناقصاً الواردات. بالرموز باختصار الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي يساوي C الاستهلاك زائداً I الاستثمار زائداً G الإنفاق الحكومي زائداً X الصادرات ناقصاً M الواردات. وعليه نخلص إلى أن الدخل لا بد أن يتساوى مع
الإنفاق لابد أن يتساوى مع الناتج. طرق حساب الناتج كما ذكرنا من قبل 6، لكن الرئيسية والأكثر أهمية طريقة الدخل وطريقة الإنفاق وطريقة الناتج، ويجب أن يتساوى أو تتساوى قيمة الناتج بالطرق الثلاثة. أولاً طريقة تكلفة عناصر الإنتاج أو صافي الدخل المحلي وفقاً لهذه الطريقة. طبعاً في هذا الجانب لابد للطالب أن قدر الإمكان يفهم ومن ثم يحفظ أهم البنود التي يجب استخدامها وفقاً لكل طريقة من الطرق الثلاثة الرئيسية. بداية طريقة صافي الدخل المحلي أو طريقة الدخل. أولاً نوجد ما يسمى بصافي الدخل المحلي. صافي الدخل المحلي يساوي الأجور والمرتبات زائداً الأرباح زائداً الفوائد زائداً الإيجارات زائداً أي دخول أخرى لم يتم احتسابها في الفقرات الأربعة التي سبقت. طبعاً هذه الطرق سيتم استخدامها بمشيئة الله في المسائل أو التمارين في هذا الفصل. إذن صافي الدخل المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج يساوي الناتج المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج. وأيضاً لابد من التركيز على نقطة أن صافي الدخل المحلي والذي يمثل الدخل المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج لا يساوي الناتج المحلي بسعر السوق. هنا لابد للطالب أن يفرق بين الناتج المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج والذي يعني الناتج المحلي عند أبواب المصانع. أي طبعاً كما نعلم جميعاً هناك فرق بين سعر الجملة وسعر التجزئة. فالناتج المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج يعني بكلفة إنتاجه، كم تكلف المصنع أو كم قيمة البيع عند باب المصنع. من ثم عندما تخرج البضاعة أو المنتجات أو السلع من المصنع ويتم إيصالها إلى محلات التجزئة، فلا بد أن تضاف عليها العديد من الإضافات أو التكاليف الأخرى حتى تصل إلى المستهلك النهائي. في هذا المجال تضاف إليها مثلاً على سبيل المثال عندما تنقل البضاعة من المصنع إلى مراكز البيع أو التجزئة، فلا بد أن تضاف على القيمة الأساسية تكاليف النقل أن تؤخذ بعين الاعتبار. أيضاً لا بد أن تضاف ما يسمى بالضرائب غير المباشرة، مثل الضرائب التي نسمع عنها الآن بأنواعها المتعددة، ضريبة مبيعات، ضرائب قيمة مضافة. هذه من أنواع الضرائب الغير مباشرة والتي يجب أن تضاف إلى قيمة السلعة حتى تصل إلى المستهلك. على سبيل المثال الآن مثلا إذا قمت بتعبئة رصيد لإحدى الباقات في الاتصالات لأي شريحة أو أي شركة من شركات الاتصالات، غالبا تصلك رسالة بالذات على النطاق المحلي، تصلك رسالة بأن قيمة الباقة على سبيل المثال 1000 ريال، لكن أنت فعليا لا تدفع 1000 ريال، تدفع 1500 أو 1400 أو 1300. القيمة التي دفع 1000 ريال هذه عبارة عن الناتج بتكلفة عنصر الإنتاج، يعني قيمة الكلفة الحقيقية لها. الإضافات التي أضيفت 500 أو 300 ريال التي تمت إضافتها على السعر، سواء كانت رسوم للحكومة، سواء كانت ضريبة غير مباشرة، ضريبة مبيعات، ضريبة قيمة مضافة، سواء كانت هامش ربح أيضا لصاحب محل التجزئة الذي يبيعها للمستهلكين، فإنها تشكل زائدا، يعني الإضافة هذه تشكل ما يسمى بالناتج بسعر السوق. فالناتج بسعر السوق يختلف عن الناتج بتكلفة عناصر الإنتاج. الآن للحصول على الدخل المحلي الإجمالي من صافي الدخل المحلي، نأخذ صافي الدخل المحلي ونضيف إليه العناصر التالية. أولاً الضرائب غير المباشرة كما ذكرنا، زائداً ما يسمى بإهلاك رأس المال. إهلاك رأس المال هو ذلك الجزء من الدخل الذي يتم تخصيصه في شركة أو مصنع معين
بهدف إحلال معدات أو آلات جديدة محل القديمة التي تلفت أو انتهى عمرها الإنتاجي. أيضاً يتم استبعاد ما يسمى بالإعانات الإنتاجية. إذا نضيف الضرائب غير المباشرة وإهلاك رأس المال، ونستبعد ما يسمى بالإعانات الإنتاجية التي قد تقدمها الدولة لشركات أو مؤسسات أو مصانع تقوم بالإنتاج بغية توفير تلك المنتجات للأفراد بأسعار أقل تناسب مستواهم المعيشي ودخولهم المحدودة. طبعاً هذه البنود التي ترد لديك في الكتاب لابد من الإلمام بها قدر الإمكان فهماً وحفظاً، لأنها ركيزة أساسية عند حل الأسئلة والتمارين والتكاليف الموجودة لديك التي ستواجهك سواء كتكاليف أو في الامتحانات. كما يتضح الآن، الأجور زائداً الأرباح زائد العوائد التي اتفقنا على أنها فوائد زائداً الإيجارات زائداً الدخول الأخرى تعطينا ما يسمى بصافي الدخل المحلي. صافي الدخل المحلي يساوي أو هو نظير أو رديف لما يسمى بالدخل المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج. هذا الصافي إذا أضفنا إليه الضريبة غير المباشرة ثم مخصصات الإهلاك ثم استبعدنا منه إعانات الإنتاج، نصل إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق، وهو المطلوب الوصول إليه من البداية. تلك كانت الطريقة الأولى اللي هي طريقة الدخل. الطريقة الثانية طريقة الإنفاق. هذه الطريقة تعتبر أكثر وضوحاً وأكثر سهولة، فمباشرة من البيانات المعطاة لك في السؤال تبحث عن الجوانب التالية: الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق الاستثماري، الإنفاق الحكومي، وصافي الإنفاق الخارجي، وبجمع هذه المكونات الأربعة تحصل على ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي. هذه مكونات جوانب الإنفاق. دكتورة، نعم. الحين أنت أول قلتي إنه الناتج المحلي الإجمالي ما يساوي السعر السوقي قبل هذه، أرجعي قبل عاف، والحين كاتبة إنه حيساوي بعد، يساوي السعر السوقي. وفي ناتج محلي بسعر السوق وفي ناتج محلي بتكلفة عناصر الإنتاج. فين يا ريم؟ تحت الدخل المحلي الإجمالي يساوي الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق، وقبل قلت إنه ما يساوي بعد. لا لحظة، إن الناتج المحلي، شوفي معايا الناتج المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج ومعايا الناتج المحلي بسعر السوق. تمام، أنت قصدك هذه صح؟ تقصد إيوه، هذه كتبت تحتها لماذا؟ أيوه. طيب شوفي، ركزي معايا يا ريم، شوفي السطر الأول. صافي الدخل المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج يساوي الناتج المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج، تمام؟ متفقين؟ أي واضح. طيب السطر الثاني، السطر الثاني، صافي الدخل المحلي اللي هو في السطر الأول، تمام معايا؟ لا يساوي الناتج المحلي بسعر السوق. لو لاحظتي صافي الدخل المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج في السطر الأول، صح؟ هو نفسه صافي الدخل المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج في السطر الثاني. هذا الطرف الأيمن من المعادلة، صح؟ أيوة. بعد إشارة اليساوي، بعد إشارة المساواة في السطر الأول، إيش مكتوب عندك؟ الناتج المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج، صح؟ نفسها، أيوة. لكن في السطر الثاني إيش مكتوب بعد يساوي؟ الناتج المحلي الإجمالي بإيش؟ بسعر السوق. بسعر السوق. هناك بتكلفة عناصر الإنتاج في السطر الأول، هنا بسعر السوق. هنا الاختلاف. أوكي. بتكلفة عناصر الإنتاج زي ما ذكرت لك قبل قليل، يعني بتكلفته عند باب المصنع، لكن بسعر السوق
انت بكم بتروحي تشتريه مباشرة لما هو في المحل ولا في البقالة ولا في المعرض؟ صاحب البقالة او صاحب المعرض او السوبر ماركت ما راح يبيع لك السلعة بنفس القيمة اللي هو اشتراها بيها من المصنع، صح؟ أيوة أكيد. اكيد غالبا يعني بالعامية يقول لك هذا براس ماله، انا ما اقدر ابيع لك براس ماله، فين ربحيتي انا؟ فين الربح؟ أيوة صح تمام، شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب هذه الجوانب الآن ما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، هذا جانب نظري. الاستثمار يشمل الاستثمار الثابت، أراضي، معدات، آلات، الاستثمار في المخزون، يعني المخزون بمعنى أنه أنا ممكن أكون أنتجت آلات أو سلع في العام الماضي، وبالتالي أو تبقى منها جزء للعام الذي يليه. طبعا أنا آخر السنة ضروري أعمل جرد، هذا طبعا درسته في المحاسبة، فلما أعمل جرد معايا ما يسمى بمخزون آخر المدة. مخزون آخر المدة هو ذلك تلك الكمية من البضائع، سواء كانت سلع نهائية أو وسيطة أو أولية، والتي تم شرائها من العام الماضي. فإذا أنا تبقت لدي كميات من العام الماضي أحسبها في نهاية السنة كمخزون آخر المدة، ثم أبدأ بالميزانية الافتتاحية للعام الذي يليه وأعتبرها إن هي مخزون أول المدة. هي في هذه الحالة تعتبر استثمار، لأنني لن أضطر إلى شراء المزيد من الأدوات أو مثل هذه السلع والمواد الأولية في العام، بداية العام الجديد، بالتالي هي تعتبر بالنسبة لي استثمار. أيضا من جانب الاستثمار ما يسمى ب الاستثمار السكني. يستثنى من الاستثمار أو عناصر الاستثمار الشراء الأسهم والسندات، على اعتبار أن هذا الشراء أو التداول للأسهم والسندات لا يعد استثمارا جديدا، لأنها مجرد نقل ملكية من شخص إلى آخر. الإنفاق الحكومي يتجسد في المشتريات، طبعا كما يكون الإنفاق العائلي له مشتريات، فالحكومة أيضا لها مشتريات، أو إنفاق استثماري حكومي، إنشاء طرق، مدارس، مستشفيات، سدود، جامعات وغيرها. الإنفاق الخارجي كما ذكرنا من قبل هو عبارة عن صافي الصادرات ناقصا الواردات، الصادرات طلب العالم الخارجي على السلع المنتجة في الداخل أو محليا، والواردات هي طلب محلي على السلع المستوردة أو المصنعة في الخارج. الطريقة الثالثة طريقة القيمة المضافة اللي ذكرناها في مثال القمح والدقيق والخبز والمعجنات. القيمة المضافة كقانون هي عبارة عن قيمة الإنتاج ناقص قيمة مستلزمات الإنتاج. مثلا هذا المثال الآن معانا على الشاشة أو على الشريحة. إذا كان لدينا مثلا على سبيل المثال الصوف والذي يتم أخذه من المزارع، ويتم استخدام الصوف هذا لصناعة القماش في مصانع الغزل والنسيج مثلا، ومن ثم يتحول الأقمشة هذه يتم تحويلها إلى ثياب أو ملابس يتم خياطتها فيما بعد. فعند بيع الصوف كما هو من المزارع فإن قيمة البيع تساوي 15 ريال. القيمة المضافة لكي نحتسبها في هذه الحالة تكون مساوية لقيمة البيع بالنسبة فقط للبند الأول، للمادة الأولية الأولى في الجدول. ركزوا في هذه النقطة. يلي ذلك المرحلة الثانية تحويل الصوف إلى أقمشة في مصنع النسيج. هذا الأمر يعني أن أنا لما أبيع القماش الآن على هيئة قماش، لما بعته على هيئة صوف كان يساوي 15 ريال، لما أجريت عليه عملية تحويلية وحولته من صوف إلى قماش أبيعه في السوق ب 45 ريال. في المرحلة الأخيرة حولت هذه الأقمشة إلى ثياب، إذا بعتها في صورة ثياب فسيكون قيمة البيع 70 ريال للثوب الواحد. إذا اعتمدت أسلوب النتيجة النهائية أو قيمة المنتج النهائي لاحتساب الناتج المحلي في هذه الحالة، فستكون قيمة المنتج النهائي، طبعا من المنتج النهائي في ضمن هذه المنتجات الثلاثة الآن؟ هل الصوف أم القماش أم الثياب؟ هل بالإمكان تعطوني إجابة؟
الثياب. الثياب، الله يعطيك العافية. الثياب هي المنتج النهائي، كم قيمتها؟ 70. 70. أيوة، إذن القيمة النهائية في هذه الحالة 70 ريال. الناتج المحلي بأسلوب القيمة النهائية أو بطريقة القيمة النهائية يساوي 70. آخر عمود معنا اللي هو عمود القيمة المضافة. القيمة المضافة في أول خانة تساوي نفس القيمة، قيمة البيع للصوف، هذا سواء في هذا الجدول أو في أي جدول معك. إذا طلب منك حل السؤال بهذه الطريقة مباشرة، القيمة المضافة الأولى هي ذاتها وتساوي قيمة البيع لأول سلعة. الخانة الثانية، شوف قيمة الآن، قيمة القماش، كم كانت قيمة البيع للقماش؟ 45. 45. القيمة اللي قبلها، قيمة الصوف كم كانت؟ 15. فأنا أقول 45 قيمة القماش ناقصا قيمة الصوف 15 كم يعطيك؟ يساوي 30. يعطيك 30 هي القيمة المضافة للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة القماش. معايا؟ أنت استخدمت الصوف لصناعة القماش صح؟ لكن كلفك، كم كلفك عشان تشتري الصوف؟ 15 ريال. الصوف كلفك 15 ريال. لما أنا أنتجت استخدمت الصوف وأنتجت القماش، بعت القماش ب45. فعشان أحسب كم حصلت لي إضافة، يعني إيش استفدت أنا من صناعة القماش الآن؟ إيش استفدت من تحويل الصوف إلى قماش؟ أجي أقول أنا 45، لكن 45 هذه أنا أتكلفت منها 15، دفعتها قيمة صوف، كأنك تجيب الصافي أو الربح. أيوة، تجيب الصافي. الإضافة هنا كم كانت؟ 45 هذه مش كلها يعني عائدة إلى تصنيع القماش فقط، 15 منها قيمة صوف، فخمسة وأربعين ناقص 15 يعطيك كم؟ 30. ممتاز. المرحلة الأخيرة تصنيع الثياب، 70 ناقص 45. 70 ناقص 45 كم تعطيك؟ 25. 25. خليك في العمود الأخير الآن، أصبح معك الخانة الأولى 15، الخانة الثانية كم؟ 30. الخانة الثالثة 25. إذن 15 زائد 30 كم تعطيك؟ 45 زائد 25 70. لاحظ الخانة الأخيرة، هذه قيمة الناتج المحلي بطريقة القيمة المضافة. لازم تكون متساوية مع طريق مع قيمة المنتج النهائي. لابد، إذا اختلفت معك الخانتين فمعناه إنه في إشكالية في الاحتساب عندك. فاهمين؟ دكتورة ممكن سؤال؟ تفضل يا حبيبي. ليه نقصت ال 45 من 70 من المنتج النهائي؟ 45 من 70؟ ما نقصت 45 من 70، 45 ناقص 15 معايا؟ لا، عشان يطلع لي 25 القيمة المضافة آخر واحدة؟ أيوة. طبيعي. كم قيمة الثوب؟ قيمتها القماش ولا الثوب؟ الثوب. المنتج النهائي 70. 70. أنا الآن ما أتكلم عليك منتج نهائي، أنا أتكلم عليك مرحلة ثالثة من مراحل الإنتاج. أوكي. فأنت تقولي 70 ناقص المرحلة اللي قبله، إيش المرحلة اللي قبله كم قيمتها؟ 45. 45، 70 ناقص 45 كم تعطيكي؟ 25. فتجمعي 15 زائد 30 زائد 25 تعطيكي 70. هذا بطريقة القيمة المضافة. القيمة المضافة غير ضريبة القيمة المضافة الحين. أيوة 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 أيوة، مختلفة تماما، لكن تشابه يعني فقط. وضح لها، هي بس ال 15 كانت القيمة الإجمالية، قيمة البيع للصوف 15 ريال، فعندما حولنا إلى قماش أصبحت قيمة البيع 45. تمام. القيمة المضافة الذي هي ما بين 15 و 45، هذا المقصود فيه. نعم نعم، الكل فاهم؟ في أي سؤال؟ لا شكرا، خلاص بنضطر لأنه الوقت انتهى، نتوقف إلى هنا.
بمشيئة الله اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل ما تبقى. فإذا في من الآن إلى اللقاء القادم راجعوا ما تم التطرق إليه. فإذا في أي سؤال، أي استفسار، أي شيء يقتضي الإعادة، بمشيئة الله في اللقاء القادم تعطونا ملاحظاتكم عشان نرجع نعيد. أستودعكم الله. شكراً يعطيكم العافية. أهلا حبيبي. Thank you.